بونسوار. طقس معتدل الحرارة عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. بالنسبة لصورة الشمسية اللي قرب يخلص موضوع على هالشهر، صوركن على البحر اليوم صورتنا وصلتنا من غسان. قبل ما نشوف كيف رح يكفي طقس لبنان بهالجمعة، بنتقل لشوف كيف عم تكون الحرارة ببعض العواصم العربية، ورح بلش مع الرباط 27 درجة، 31 بتونس، 35 بالجزائر، بغداد 41 درجة، 30 بدمشق، 28 بالقدس. بنتقل على الكويت 46 درجة، 39 بالدوحة، وبختم مع الرياض 43 درجة. برجع على طقس لبنان لبكرة الثلاثة، طقسنا بين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة لتتراوح على الساحل بين 20 و 29 درجة، بالجبل توصل أقصاها لل 24 وبالداخل لل 26 درجة. تفاصيل أكثر منروح على الخريطة اللبنانية، ورح بلش من المناطق الشمالية. عكار والكورة 27 درجة، 28 بطرابلس، 19 بالأرز. الهرمل والقاع 26 درجة، 24 ببعلبك، 23 برية. من المناطق الشمالية بوصل عجبيل 27 درجة، 21 بميروبا، 29 بجونية وبعبدا. بيروت كمان 29 درجة مع ارتفاع إضافي لبكرة الثلاثة. زحلة 31، 30 بشتورة، 29 بعنجر ومشغرة. بنتقل عجزين 26 درجة، 25 برشية، 29 مجايون، 28 درجة بنت جبال. بيت الدين 27، وبختم مع المناطق الجنوبية صيدا، سور وقانا مع 29 درجة. إذا كيف رح يكفي طقس ثلاث أيام اللي جايين؟ لبكرة الثلاثة الحرارة عم تتراوح بين 22 و 29 درجة، ارتفاع لنهار الأربعاء لتوصل ل 30، والخميس ترجع تنخفض الحرارة وبتوصل أقصاها ل 28 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 13 و 19 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، بعتوا لنا صوركم على انستغرام وعلى فيوتشر تي في ابلكيشن. أنا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت.